اليوم كأخ، مو كلامي وياك كطالب وأستاذ. يعني شو وقت تحس وشو وقت يكون عندك ضمير وتقول أنا أريد أقدر تعب أهلي؟ يعني أبوك، أخوك، أمك، أنت نفسك لما قاعد تطلع للشغل أو أبوك يطلع للشغل أو أنت أو أنتي اللي قاعد تتعب وتطلع الشغل على مود تدفع قسط للجامعة أهلية أو مسائية أو موازي أو تدفع خط، يا أخي حس بنفسك. المهم اللي أريد أقول لكم إياه، وعليكم السلام، راح نعطيكم مجال. اللي أريد أقول لكم إياه مو طلابنا الأعزاء، صدقني العمر لو راح ما يتعوض. صدقني كل شيء تقدر تعوضه بحياتك إلا دراستك، لو راحت ما تقدر تعوضها. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، وانت ما محلفيني، اخوي بطل دراسة، بطل من الدراسة، اقسم بالله العظيم هسه يبكي بكي، والله والله يبكي بكي، يقول اني اللي كنت من اشطر الطلاب، والطلاب تعرفني على اسمي، اني يعرفوني اني من كنت بالابتدائية مستواي زين، فالطلاب اساتذة والمعلمين يعرفونه بالابتدائية، فمن راح يبكي هسه، والله يبكي، يقول انا وين شني تجاني هسه، يريد يقدم خارج ويريد يرجع يدرس، وهو هسه صار عمره 24 ما ادري 23 سنة، صار كبير بالعمر يروح يدرس ويا الاطفال. يعني انت هذا مستقبلك تضيعه على مود ضحكة، لو على مود سالفة، لو على مود واحد يقول لك ماكو تعيين. ليش؟ على اساس لو اكو تعيين راح تدرس؟ هو انت مالك واس، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، تعيين ماكو وشغل ماكو بكل الدول. اذا ما تدرس انت وتحصل وظيفة على مود تغير وضعك انت وتشتغل لنفسك، صدقني ما راح يتغير وضعك. يعني على اساس انا اخذتك، يعني اوكي انت تقول انا ما اريد ادرس، ليش؟ لان ماكو تعيين. اوكي لا تظل بالعراق، روح باليابان، روح لكندا، روح لأمريكا، أدرس هناك، راح يستقبلونك. إذا أنت شهادة سادس أو شهادة جامعة ما عندك، من يلفيك؟ من يلفيك؟ يا أخوان، يا أخوان، هذا مستقبلكم، وهذا موضوع خطير، والله يا أخوان هذا موضوع خطير. اهتم بمستقبلك، اهتم بمستقبلك، عوف الضحك، المشاعر أبعدوها على صفحة. يعني شقد حلوة، شقد حلوة لما انك استاذ او دكتور، شقد حلوة لما انك عندك شهادة، انت فلان ابن، يعني انت كطالبة، كشخص اسمه هاجر فاضل، او كشخص اسمه سلوى نمبر، او ثمار سلمان، ثمار او رشا محمد، او انت كطالب لما ينكتب قدام لقبك الدكتور، الله شقد حلوة يا اخي. بكل شيء انت راح تكون مميز، بكل شيء. اللي احب اقول لك اياه، اني اليوم صدفة التقيت بيك، جمعتني بيك الصدفة، احتمال بعد ما التقي بيك مرة ثانية، لا بميت ولا بفيسبوك ولا باي برامج، احتمال كل شيء يصير، احتمال ينقطع النت، هذه فرصة، قدرك هذا جابك بهيك يوم تشوف الدرس مالتي. غير وضعك، غير وضعك. الشخص اللي كان يستهزئ بيك، الشخص اللي كان يستهزئ بيك، الشخص اللي حاربك، كل شخص بالحياة عنده أعداء، لا يخلو المرء من عدو يقدح وصديق يمدح. كل إنسان عنده عدو، العدو اللي حاربك واللي يستهزئ بيك واللي قالك أنت ما راح تقدر تنجح واللي مستصغرك واللي يعتبرك أقل من عندك، هذا لازم توقف عند حده، هذا لازم تكون انت اعلى منه. اللي احب اقول لك اياه، انت انسان مميز، لا تضيع مستقبلك بسبب كم شخص فاشل، لا تضيع مستقبلك بسبب كم شخص فاشل. والله العظيم راح تعض اصابعك ندم اذا فات العمر وانت لا شهادة ولا دراسة، والله، وهذا كلامي أنا مسؤول عنه. كل إنسان عنده ظروف بالحياة، كل إنسان عنده ظروف بالحياة، كل إنسان عنده مرض.
انت اللي قاعد تسمعني عندك ظرف، انا عندي ظرف، انا صار سنتين ما شايف اهلي، سنتين صاير ما شايف والدتي واخوتي، صار سنتين يعني ما شايفهم، ما ملتقي بيهم، مسافر بسبب ظروف، بسبب ظروف المعيشة او بسبب ظروف، انا كشخص عندي ظرف اكثر من ظرفك، انت كل انسان بالحياة عنده ظرف، الظروف قدر ولكن التعلم والعلم مو قدر. يعني لا تجيني انت ما تعرف تقرأ انجليزي ولا تعرف ولا حافظ جدول الضرب بالرياضيات وتيجي تقول والله هذا قدري، لا هذا مو قدرك، هذا انت اللي وصلت نفسك لهاي المرحلة، انت اللي وصلت نفسك لهاي المرحلة. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا يعني تخرج حرام.